صباح الخير عليكم من جديد مشاهدينا، اكيد ما زلنا مستمرين وياكم. طبعا اليوم ضيفتي هي الدكتوره شذى الخياط، اختصاص نسائيه وتوليد وعقم. صباح الخير دكتوره. صباح الخير والانوار. ست هيفاء اهلا وسهلا، كلش سعيده برؤيتك مره ثانيه. اشكرك دكتوره. دكتوره اليوم راح نتكلم عن موضوع احنا بس نسمع به بس لحد الان اغلب الناس او اغلب النساء ما يعرفون شنو هو بالضبط، عن داء القطط. ممكن نتكلم عنه شويه بالبدايه؟ داء القطط او بالكردي يسمونه خوشي بالشيله او التوكسوبلازموسيس بالاسم العلمي له. داء القطط يتسببه هو كائن طفيلي صغير وحيد الخليه اسمه التوكسوبلازما غونادي. هذا الطفيلي يعيش في الفئران وفي القطط، بس هي السمعة الأكثر والصيت السيء الأكثر هو إجا على القطط المسكينة. ولو أني يعني مسكينة بصراحة مسكينة أني أعرف أنه عندك قطة فوفو دائما نشوفها صورها كلش جميلة وبديعة، وبعدين نحكي عن فوائد تربية القطط وليش الإنسان يختار أنه يربي قطة. بالضبط. الحقيقة المرض قلنا هو يبدي بالفئران، ولأنه القطط تتغذى على لحوم الفئران أو خلينا نقول اللحوم النية بصورة عموما. نعم. فينتقل الجرثومة، تنتقل الطفيلي لجسمها ويعيش في القناة الهضمية للقطة، وبعدين تتلوث النباتات والخضروات والفواكه، يعني كل شيء ينمو على سطح التربة من فواكه وخضروات مثلا الكرفس والمعدنوس والخس خصوصا، هذه راح تكون بيها يعيش الطفيلي. الطفيلي اول 48 ساعة او اول 24 الى 48 ساعة يكون بطور غير معدي. نعم. من يبدي يتكيس ويصير بداخل سيست اللي يسموها متكيس، هذاك الوقت يبدي يكون الطور المعدي الى الحقيقي. نعم. فمن تجي الحيوانات العشبية اللي تتغذى على اعشاب تتغذى على هذه الاعشاب، راح ينتقل الطفيلي بداخل جسمها ويعيش بلحمها. نجي احنا كبشر ناكل الخضروات الملوثه، شوفي كم منفذ، ناكل الخضروات الملوثه والما مغسوله جيدا، وناكل اللحم الني الما مستوي جيدا، فينتقل المرض الى داخل اجسامنا. نعم. يصاب به الرجال والنساء. يمر علينا مر الكرام، نشوف مثل اعراض الفلو تصير مثل زكام خفيف، اذا كان لانه احنا عندنا جهاز مناعي قوي فيقاوم ويحتوي المرض، فيمر علينا فشي تريفيال اللي يسموه شيء بسيط مثل الزكام او الانفلونزا. واحيانا اذا الانسان مناعته ضعيفه لا تشوفين انه يصير عنده التهاب بالغدد الليمفاويه خصوصا بالعنق والغدد اللعابيه وحتى يوصل للجهاز العصبي ويتاثر. نعم. هذا بس مو مري، ماكو داعي نفزع من عنده وماكو داعي، هذا بالناس اللي عندهم المناعه كلش قليله معدومه مثل امراض الايدز او اللي دا ياخذون كيمو. نعم. ثيرابي الكيميائي. نعم. الخطوره الحقيقيه انه من تصاب به المراه الحامل، لانه العدوى راح تنتقل للجنين وراح تسبب استسقاء تشوهات خلينا نقول بالجنين بالصفيحه العصبيه وبالعيون خصوصا، وقد يكون الاثر مالتها ما ينلمس بالبدايه، بعدين بعد الولاده نشوف يصير عنده فد تخلف عقلي او هاي اذا ما طرحت اذا ولدته وهي بها داء. نعم. اذا صار بالبدايه. نعم. هذا يسبب اجهاضات متكرره. اجهاض بعد اجهاض وما نعرف شنو السبب، بعدين من نجي نسوي الفحص نلقي التوكسوبلازموزز عندها بوزيتيف. دكتور شنو هو اعراضه؟ يعني البنت او المراه شلون تعرف انه صار بها داء القطط؟ بس بسبب الحمل لو اكو بها اعراض ثانويه؟ صدقيني قلت لك ما تقدرين تحسين بها، لانه هي تمر مرور الكرام كحي الله فلاونزا خفيفه او رشح خفيف زكام، لانه احنا كلنا عندنا مناعه وهو يعني منتشر بشكل يعني يفوق الوصف، لانه السبورات المتكيسه الطور المتكيس مالته كلش خفيف، يعني اللي عندها قطه مثل حضرتك احتمال يعني
عن طريق الجهاز التنفسي، يعني من تبلعين ريقك احتمال تاخذ كم متكيسه، بس هذا ماكو داعي للفزع وللخوف من عنده. احنا نلقح البزونه نضربها اوبر بين فتره فتره على دفتر اللقاح، نعتني بيها، نغسل لها بين فتره فتره. اكيد اكيد اكيد. انا قلت لك انا جايه دافع عن القطط، خصوصا اللي بداخل المنزل. انا اليوم حبيتك دكتور، كلش حبيتك اليوم اذا دافع عن القطط. لا انا احبش لان عندك قطه هم يعني. فالقطة اللي تعيش بداخل المنزل هذه أكيد إذا منطيناها لحم ني وحرصنا أنه نوكلها الغذاء التمام، فما راح يصير، ما راح تصاب عندها. وإذا عندها فيت، إذا عندها طبيب بيطري وتروح على طول ويسوي لها فحص بسيط، ما راح تكون هناك موجب للخوف منها. هذا بالنسبة للناس المرفهة. أما اللي بدنا نحكي عن الناس اللي عموم الطبقة العامة اللي شلون ينتقل لها، أنه يصير ينتقل لها عن طريق اللحم الني. وياما وياما احنا ناكل البرجر واللانشون والهوت دوغ السوسج، هذه يا ريت نكون نثبت في الثقافة ونتفق على ثقافة غذائية أنه اللحمة اللي ما شفتها شلون تنطبخ ما آكلها. اللحمة اللي أنا أطبخها أكلها، لأنه اللحوم الما مستوية ولا حتى نص استوى لازم تكون مستوية لدرجة. أي نعم. إنه ولهذا نشوف مثلا هسه تقولين أكو واحد يأكل اللحم مستوي، نشوف أخوتنا السوريين واللبنانيين يأكلون الكبة النية مثلا، صحن عبالي صحن كبة نية من يقولون إنه مستوية. ما مستوية نهائي. فهذا أكيد راح يكون بالطفيلي. لوح التقطيع مال اللحم همينه ينقل المكورات مالتها. السكاكين اذا ما تعقمت زين، تنظيف الليتر بوكس اللي يربون حيوانات مثل حضرتك يعرفون التواليت مال البيت، يكون هو هذا لازم بي اصول وتعليمات يتبعها المربي. حلو. انه لازم يلبس كفوف، والكفوف ما تكون نايلون الشفاف، هذا لازم كفوف لاتكس البلاستيك. ويا حبذا واحد يحط عينه على وجهه قناع. دكتورها كلها ما اسويها. هاي المشكله. يعني حتى من اغير مالتها او هيك شيء، يعني ما احط هاي الكمامات او الكفوف البسها، ممكن انه اعقم ايديا بعدها. اكيد اكيد. أي. غسل الايد ما راح تخسرين شيء، وخصوصا اذا استخدمتي مطهر وراها منه لا بأس. بس الأفضل أنه واحد يلبس الجوانتيات الكفوف ويغطي فتحات التنفس ويستخدم أدوات، وهاي الأدوات بعدين تعقميها تخليها بتركيز معين من المي والكلور وتركيها للمرات السابقة. والخطوة الأهم أنه لازم تنظفين الليتر بوكس رأساً، مو تنتظرين عليه يوم ويومين، لأن إذا انتبهتي قلت أنه الطور المعدي يتكون بعد 24 إلى 48 ساعة. فياريت أنه فريشلي رأساً واحد ينظف التواليت مال الحيوان. إذن دكتورة صراحة ننتقل إلى العلاج، هو بعلاج معين؟ العلاج مالتك جدا سهل وجدا بسيط ويروح نهائيا بالعلاج ولا يروح نهائي، وحتى اثناء الحمل ممكن استخدامه، بس صعوبته هو بالتشخيص، انه واحد لازم دائما يخلي بباله ودائما يدز للمختبر المحترم انه يسوي الفحص ويسويه بالجزئين مالته اللي هو الاي جي جي والاي جي ام. الجسم من يصير عنده العدوى بالتوكسوبلازما يصير جهاز المناعة يطلع أجسام مضادة تسمى الـ IgM. فإذا شفتي أنه بالمريضة تكون الـ IgM عندها بوزيتيف وطالع فد نسبة، معناها هذه إصابة عدوى. أما إذا إجا تحليل الـ IgG بوزيتيف فهذاك الوقت هذا معناه أنه صار عندها مناعة من هذا، فماكو داعي تفزع من عنده. اما اذا اثنينهم طالعين بوزيتيف فهذا معناها هي انصيبت بعدوى وده تتحول الى طور المناعه، بس احنا صدناها باللقطه اللي في مرحله الانتقال، اكو ريزيديو يسموه بقايا من العدوى. واذا كنا شاكين ممكن نعيد بهذا التحليل، نعيده بعد اسبوعين ونشوف هذاك الوقت اذا الكميه مال الاي جي ام نقصت نزلت، ف
فنبشر المريضة أنه ممكن أن تدخل بالحمل. حلو، بس بالنهاية أنه يروح نهائيا داء القطط؟ نهائيا يروح، والعلاج مالته 3 أسابيع، 21 يوم، حباية بسيطة، وممكن حتى استخدامها أثناء الحمل. زين دكتورة، نعتبر هذا مرض خطير لو عادي يعني؟ أبدا، وما ما في داعي أصلا الحوامل والسيدات والبنات يفزعون من عنده ولا يخافون من عنده. هو قلت لك بس واحد يخليه بباله ويتابعه ويسوي. وهسه شفنا يعني أنا كطبيبة نسائية أشوف سيدات على دراية، مستوى من الدراية كبير، وجميل أنه نشوف هذا الشيء من السيدات أنه تسألني، حتى هي مرات تطلب أنه تسوي فحص التوكسوبلازموسيس حتى بالاسم ده يقولوا. أهم شيء تفحص. أي نعم. حتى تعرف أنه بيها لو ما بيها. طبعا شكرا لحضرتك دكتورة، شكرا على هذا الموضوع اللي طرحتي لنا، وإن شاء الله تكون نساء ورجال استفادوا من عنده. شكرا لك. إن شاء الله. تسلمي. إن شاء الله.